بعد تحفظات وزارة الإسكان. طبعا ده الكلام ده بالمناسبة على قانون التصالح في مخالفات البنى، وأعتقد أنه دي حاجة يعني جانب كبير جدا من الناس يهتم بيها. حصل تحفظات من وزارة الإسكان، وبالتالي عاد القانون مرة تانية، وأظنه يحصل عليه تعديلات أو شيء من هذا القبيل زي ما بيتقال. في نسخة جديدة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بس خلونا نفهم أكتر. أولا نبدأ بالترحيب بسيادة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية. منورنا يا فندم. أهلا سيادة النائب، مساء الخير. إزاي حضرتك؟ وحشنا قد الدنيا. أجازة سعيدة. والله إحنا كده راجعين على أكتوبر بإذن الله، نبدأ العمل بمنتهى القوة بإذن الله سبحانه وتعالى. على خير يا رب. سيادة النائب، إيه هي كانت التحفظات بتاعة وزارة الإسكان على نسخة قانون التصالح، وإيه التعديلات اللي طرأت على القانون فأصبح لدينا نسخة جديدة؟ هو الحقيقة هو التحفظات كانت من البرلمان يا يوسف بيه. يعني هو الإسكان أنت عارف هو طرف أصيل في هذا التشريع في نسخته الأولى، والحقيقة كان إحنا عندنا في النسخة الأولى بعض التحفظات على المادة الأولى، ولكن كانت الحكومة متمسكة جدا بتمرير القانون بالشكل اللي هي قدمته، لأن هي كانت المبادرة منها الحقيقة. وإحنا قلنا يعني إيه عشان ما نقعدش في السجال ونعطل الناس، لأن زي ما سيادتك تفضلت ويعني نوهت ان هذا التشريع يمثل اهميه كبيره جدا لملايين من المواطنين. صحيح. او بمعنى صح ملايين الاسر. صحيح. ففعلا احنا قلنا ما لا يدرك كله لا يترك كله، نخلص القانون بنسخته اللي تقدم فيه في سنه 2019، ونتج عنه ان في 2.8 من 10 مليون طلب، يعني 2.8 من 10 اضرب بقى في عدد الاسره، لأن الطلب بيتقدم عن الشقة الواحدة. يعني أنت واخد بال سيادتك، فإحنا بنتكلم في سلم مجتمعي كبير جدا. الناس دي كانت معرضة للحبس ومعرضة لأنها تدفع غرامات كبيرة جدا بموجب قانون العقوبات وموجب قانون 119 ل 2008. جاء قانون التصالح في نسخته الأولى عشان يتعامل مع الحالات دي. لما ابتدى الناس تتقدم لها، ثبت في التطبيق ان في بعض الحالات يعني محتاجه ان احنا نعدل لها التشريع، نعمل قانون جديد عشان نقدر نحتوي هذه الحالات، زي اللي باني خارج الحي، زي اللي باني مخالف قيود الارتفاع، زي يعني حالات كانت محظورات في الماده الاولى من قانون 17 ل 2019. الحقيقه احنا عقدنا لجنه دار محليه، عقدت جلسات قياس اثر تطبيق على مدار السنتين اللي فاتوا، وحددنا مع الحكومة مؤشرات قياس اللي بيها نقدر نشوف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، ولا محتاجين نعدل النص ده، ولا محتاجين نعمل ايه بالظبط. وبالفعل نتج عنها ان احنا امام قانون جديد فيه يعني الحقيقة تيسيرات طيبة جدا. بس انا وطبعا الاسابيع الماضية يعني كان مسار حديث الناس، بس انا عايز اكد على حاجه. ارجوك يا فندم اتفضل. ان مش معنى ان انا بطلع قانون تصالح جديد ده معناه ان انا الاقي ناس ابتدت تخالف تاني، لان الحقيقه يعني وده دور كبير جدا علينا كلنا، موضوع مخالفات البناء ده سواء داخل عواصم المحافظات والمراكز او حتى القرى بالتعدي على الارض الزراعيه، دي مساله خلاص يعني يجب ان احنا يعني الوعي يتشكل بشكله الصحيح، ان احنا كده بناكل في عظم بلدنا، بناكل طبعاً. يعني بنخرف في البلد طبعا. فانا مش متخيل ابدا ان ممكن يكون في ناس لسه مش مستوعبه الحقيقه قد ايه احنا بنتاذى كلنا دون ان نشعر. وبعدين ما فيش فرق هنا ما بين حكومه ومواطن، دي دوله. وغير كده سيادة النائب حضرتك، يعني سيد العارفين اللي اتعلمنا الكلام ده، يعني انه عمليا هو الحاجات دي بعد كده بتروح لحاجة اسمها المتغيرات المكانية، فبيبقى في تصوير جوي، فهيبان اذا كان ده مبني قبل صدور القانون ولا بعد صدوره، فاللي بيحاول يتحايل هيتجاب. منظومة المتغيرات المكانية الحقيقة تحسب للنظام الحالي والدولة الحالية، لأن احنا صرفنا عليها كتير قوي 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 قوي. لكن خليني أكون صادق مع حضرتك وصريح معاك. اتفضل. مفيش دولة في العالم مهما بلغت إمكانياتها تستطيع إن هي تحاكم أداء
ما يزيد عن 100 مليون مواطن لو حب ان هو يخالف القانون بشكل يخص عملية السكن. يعني انا يمكن النهارده كنت في مؤتمر الصبح بتاع يعني احد المؤتمرات العقارية الكبيرة، وقلت لهم يعني كان كلامي موجه للحكومة ان احنا شوف لو ما كناش سابقين المواطن بخطوتين في احتياجاته في السكن على كافة المستويات، مش مجرد مدن جديدة ولا مجرد اسكان اجتماعي او اسكان اقتصادي او اسكان فاخر، ولا حتى كمان ان انا اوجد منتج جديد اسمه الاسكان القروي، لان اهلنا في القرية مش هيروحوا مهما عملنا، مش هيروحوا يختاروا شقة في الاسكان الاجتماعي. وبالتالي لو ما كناش احنا سابقينهم اما بتخطيط عمراني او بحيز جديد او بقانون تصالح يقنن الاوضاع، او هي مع اول غفله لنا في عيد في اجازه بيرتكبوا المخالفات تاني. فهنا مساله الازاله في حد ذاتها مشهد مؤلم طبعا. يعني خلي بالك حضرتك لصاحب المخالفه وللي بيطبق المخالفه، وفي النهايه الاثنين مصريين. فاحنا احنا احنا طبعا الاعلام له دور كبير قوي قوي، والنواب والوزراء يعني سلطات تشكيل الوعي لدى المواطن، لان للاسف احنا ورثنا هذا الموضوع عشرات السنين، اتكونت ثقافات صعبه جدا. فيعني نتمنى ان شاء الله الايام القادمه باذن الله بعد صدور القانون يحصل حاله من الرضا برضو بالنسبه للحالات اللي تقدمت، لان ملفاتها تكون ان شاء الله في ظل القانون الجديد انتهت، ونبدا بقى الحكومه وسلطتها اذا كانت تشوف زكاتها هتفتح تاني ولا مش هتفتح تاني وفقا للنص اللي موجود لها في القانون، ويتيح لها هذا الامر اذا ارتأت هذا. طيب سيادة النائب، يمكن برضو بنصادف كتير ناس تتكلم على قانون الاشتراطات البنائية اللي كان صادر، واللي بينص على انه يبقى ارضي واربعة متكرر في حالة السكن فقط، اللي هو موضوع اذا كان هيبني تجاري او اداري فده بيبقى مباني منفصلة الى اخره. بعض الناس كانت بتعلق على ايه؟ انا ساكن في شارع ولا في مدينة ولا ايا كان، اللي حواليا كلهم بنيين 10 و12 و15 دور، وانا النهاردة عشان ابني مطالب ان انا ابني بس 4 ادوار، واشتريت الارض بسعر غالي جدا، هل من الوارد انه يحصل تعديل ما في بعض المناطق او على حسب ما ترتئيه الدوله في تعديل مساله الاشتراطات البنائيه، ولا ده لسه مش مطروح دلوقتي؟ طيب لو تاذني هحاول ابسطها كده في مداخله تليفونيه، وان كانت دي محتاجه حلقه الحقيقه. لازم، يا ريت احنا نتنور. الله يحفظك. اولا هو مش قانون. يعني الاشتراطات البنائيه ليست قانون اخرجه او اصدره البرلمان، وانما هي من سلطه الوزاره المعنيه او الحكومه في مجلس وزرائها كتحديد سياسه معينه وفقا لقانون 119 ل 2008، وحددت الارتفاعات بالشكل ده. كويس. فدي نمره واحد، وبالتالي تستطيع الحكومه دون ان هي تطلع قانون جديد ان هي تعدل اذا رات هذا. طيب احنا النهارده موقفنا ايه كبرلمان في هذه القضيه؟ البرلمان عمل جلسات سواء من خلال لجانه النوعيه او الاحزاب المختلفه والقوى السياسيه، وحضر فيها الوزراء المعنيين وشرح. لا يستطيع احد محب لهذا البلد ان هو يعارض الفكر التكنوقراطي الفني لوزير الاسكان في مسألة عرضه لأهمية وقف أو الحد من البناء بالكثافة السكانية الكبيرة جدا نظرا لعدم تحمل المرافق داخل العواصم المزدحمة. بمعنى أن أنا النهاردة المقاربة اللي حضرتك تحدثت فيها هي فعلا حضرتك بتنقل نبض المواطن ورأي المواطن وبيقولوا كده، لكن هي القصة مش قصة انت جنبك 8 ادوار وانت بقيت 2 فازاي هتطلع 4. هي القصة مش كده، القصة ان انا المرافق عندي من صرف صحي وغاز ومية وكهرباء وطرق ومرور. انا شوف حضرتك بتكلف قد ايه عشان اشق محور عشان افك ازمة مرورية من حي لحي مش من مدينة لمدينة. طبعا يعني احنا بنعمل ازالات لعمارات يا يوسف بيه كاملة وبدفع تعويضات قد ثمن الطريق. صحيح. عشان افك ازمه مرور توفر لي طاقه وبتوفر لي وقود وبتوفر لي قطع غيار عربيات وبتوفر لي كمان تعب للمواطن انه ممكن ياخد المشوار ده في 10 دقائق ونظرا للازمه دي هو بيقعد فيه ساعه.
فاحنا هنستمر لغايه كده لامتى؟ فدي دي 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 نقطه لابد ان احنا نبقى يعني واعيين لها بشكل جيد، ان احنا يجب ان ننتقل من الحيز المزدحم المركب اللي بيدينا جوده حياه لا تليق بتاريخ مصر ولا تليق بالمواطن المصري، وبتأذينا في اقتصادياتنا وفي ثقافتنا بعد كده، لان بنخش في سلوك الازدحام. فدي ما حدش يختلف فيها. لكن احنا قلنا ايه هنا؟ قلنا للوزير واحنا بنعمل الكلام ده، لابد اولا ان العمليه الاصلاحيه بالشكل ده مش المفترض ان حد يتاذى منها. يعني النهارده لو يوسف الحسيني شاري ارض ب 100 مليون جنيه في حي من الاحياء بناء على شهاده صلاحيه اخذها من جهه الاداره، يعني هو ما خالفش اي حاجه، ما ينفعش يجي احمد السجيني بين ليله وضحاها يقوم يقول له لا والله شهاده الصلاحيه اللي انت واخدها دي على انها 10 ادوار هتبقى 3 ادوار او 4 ادوار، هيتخرب بيته، هيتحبس. بس ده اللي يعني بيجرى دلوقتي فعلا. فبنقول ايه؟ طب ازاي نوازن؟ انا اطلقت فكره يعني حولها لمشروع، حولها لبرين ستورمنج، ان لابد ان احنا، طب انت عايز، انا بقى هاجي انظر لها من النظره المحليه، انا كمحليات عندي نقص اراضي، فمحتاج ان انا اخد اراضي عشان اعمل عليها بريد، اعمل عليها شارع عقاري، اعمل عليها وحده محليه خدمات. فواي نوت ان انا ابدا اطلق مشروع قومي كبير بعمليه الاحلال؟ ما انا بعمل احلال واستبدال ما بين الجهاد في اراضي الاوقاف والاصلاح الزراعي. واي نوت ان انا اعملها للمواطن، ان بنفس القيمه بتاعت ارضك دهيت تنزل هيئه الخدمات الحكوميه او اللجنه الرباعيه تقدر الارض ويديله بنفس قيمه الارض ارض بديله في المدن الجديده، يبقى انت حققت المنفعه للطرفين. صحيح، فكره ممتازه. ابقى عمليا نفذت القانون ومشيت بالمظبوط، وفي نفس الوقت ما خسرتش الراجل اللي اشترى ومش عارف يعمل ايه. يعني ده الطرح اللي احنا بنحاول نبني بيه قناعه ما بيننا وما بين زملائنا في الحكومه، وانا طرحته لدوله رئيس الوزراء ووزير اسكان ووزير التنميه المحليه، مش ساكتين، وبطرحه لحضرتك في الاعلام عشان صناع القرار برضو من المؤسسات الاخرى، اذا كانت مؤسسات بحثيه او معلوماتيه او احنا كلنا في حالة إعادة بناء هذا الوطن. فنسمع بعض وما نصدرش على رأي بعض، ولأن المواطن في النهاية كلنا، إحنا كلنا بنخدمه. حضرتك في برنامجك يعني رغم أن عندك أجازة برلمانية، لكن حضرتك متواجد في الاستوديو لخدمة المواطن، وأنا النهاردة كنت في المجلس لخدمة المواطن والوزير في مكانه. إذن طب خلاص، المواطن عنده فرستريشن في المسألة دي، واحنا ولازم نقنعه، نقول له خلي بالك احنا مش موقفين البنى عشان نضرك، احنا موقفين البنى عشان نساعد اولادك واحفادك، لان ما بقتش مساله اختياريه ان انا اتحمل هذا العدد من السكان في العواصم المزدحمه. وفي نفس الوقت ما تجيش بقى تطبق لي الاشتراطات دي في مرسى مطروح، او تطبقها في شرم الشيخ، او تطبقها في الغردقه، يعني ما هو برضه ايه؟ يعني في محافظات لسه بكر. فده اللي احنا بنحاول نخاطب فيه الحكومه، وربنا يصلح الحال ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا سياده النائب، كل الشكر لسياده النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب المصري.